وهنا مسألة وهي الكافر إذا لاذ بمكة إذا كان فردا هل يقاتل أم لا؟ نقول إن الكافر إذا لاذ بمكة أولا لا يجوز له دخولها، والعلماء يتفقون على ذلك، ولا خلاف عندهم فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين بعث جماعة من أصحابه وأمرهم أن ينادوا في مكة ألا يطوف في البيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك. وقال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا في إشارة إلى أن دخول المشرك من جهة الأصل بعد هذا العام هو محرم، فدخوله فيه موجب لإخراجه منه ولو لم يكن لائدا بجرم فإذا دخل مسالما وجب إخراجه فإذا كان واجبا إخراجه فهل يجوز للمؤمنين أن يقيموا الحد عليه إذا كان لائدا بفرية أو لائدا من حد أن يقيموا عليه الحد في مكة أم لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك أولا ينبغي أن نحرر مسألة النزاع. نقول إن العلماء يتفقون على أن المشركين أو المشرك الذي يقاتل في مكة أنه يقاتل سواء كان فردا أو جماعة. فإذا كان عصابة من المشركين دخلوا مكة وقاتلوا فإنهم يقاتلون ولا خلاف، والفرد إذا رفع السلاح في مكة فإنه يقاتل ولا خلاف عندهم في ذلك. ولكن إذا كان لائدا مسالما كالذي يلوذ بالكعبة أو يلوذ بالبيت، فهل لوذه بالكعبة يحرم على المؤمنين إقامة الحد عليه؟ نقول ذهب العلماء جمهور العلماء إلى جواز إقامة الحد عليه بمكة واستدلوا بهذا بما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم وضعه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هنا اختلف العلماء هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حدا لأنه كان مؤمنا فارتد هل هو حد لردته لأن للردة حد، أم هو قتال محاربة فإذا كان قتال محاربة فيدخل في مسألة الاتفاق، ولا يلزم من قال بعدم إقامة الحدود في مكة بمثل هذا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث إنما هو إقامة لحد الردة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عفى عنه كما عفى عن غيره، فعفى عن غيره ممن كان في مكة من المشركين. ولهذا من دخل بيت أبي سفيان ومن دخل الكعبة فهو آمن ونحو ذلك ولو كان مشركا، فما قتله مع أن ابن خطل ما كان حاملا للسلاح وإنما أمر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام حدا، ولو كان محاربة لعفى عنه كما عفى عن غيره. والدليل على ذلك أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ثم نزعه، ثم قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، دل على أن النبي قد قضى حربه، انتهت الحرب، فحينئذ استقر أمر المسلمين وما بقي بعد ذلك فليس محاربة وإنما حدودا ولهذا نقول إن قتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن خطل إنما هو قتل حد للردة لا محاربة. والساعة التي رخص الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام بالقتال فيها في مكة انقضت بنزع المغفر عن رأسه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز إقامة الحدود وهو قول أبي حنيفة وغيره، وجمهور العلماء ذهبوا إلى جواز إقامة الحدود في مكة، وهذا
وهذا قول الإمام مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد. الشافعي رحمه الله يقول إذا أمكن إخراجه وتنفيره من مكة إذا كان لا إذن بها ولم يستطع الإمساك به ليخرج فإنه ينفر من مكة ويقام عليه الحد خارجه، وإذا لم يمكن فإنه يقام عليه فيها، فإنه يقام عليه فيها. وأبو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك منهيا حتى في إقامة الحدود، ويجعل ما جاء في حديث أنس بن مالك في قتل النبي عليه الصلاة والسلام ابن خطل جعله في أمر المحاربة، قال وأمر المحاربة فهو داخل في أمر القتال الذي رخص الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقتال فيها.